الفرق يمكن احنا اتكلمنا شويه عن اعراضه الجانبيه في البدايه، قلنا ان هو لو اتحقن في منطقه غلط او لو لا اتحرك انا من مش مكانه. بتكلم دلوقتي، مش بتكلم على سوء الاستخدام ده، لو اتحرك من مكانه او الحقنه اتضربت غلط ما هي دي او من الحرق. من انا يعني قصدي بقى فيما بعد، انا حقنت فيلر والعمليه نجحت والنتيجه مرضيه، ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده لو معانا احنا فيديو بس يا دكتور كده نبص عليه، ده حقن البوتوكس يا دكتور تمام. كده، ايه رايك في العمليه دي؟ العملية دي طبعا هي المريضة اتحسنت، يعني ابتسامتها اتحسنت، حتى المنطقة اللي هي ال 111 اللي احنا نسميها اللي بين العينين اتحسنت كتير. تمام. طيب وهنا هنا برضو في تحسن، مع ان في جزء من البوتوكس فضل موجود برضو. تمام، هنا هو ما حقنش في الوجه، هو حقن ما بين العينين. ما هو احنا قلنا المنطقة دي ممكن يتحقن فيها، احنا قلنا فوق الحاجب اللي ما ينفعش يتحقن فيه. تمام يا دكتور. طيب يا دكتور احنا نرجع تاني برضو ايه للاعراض الجانبية، انا خلاص العملية نجحت وتمام، ايه بقى الحاجات اللي ممكن تترتب على العملية؟ احنا قلنا الفيلرز من اعراضه الجانبية ان هو يعني ما يتكسرش في الوقت اللي احنا متوقعينه، يعني مثلا احنا بنقول ان هو مثلا بياخد من 9 شهور لسنة. لو الفيلر قعد فترة اطول من كده، او بعد ما عملنا العملية بفترة اتحرك من مكانه، تمام. فتحركه من مكانه برضه هيضغط على مناطق حساسة زي اللي في الأعصاب، أو المنطقة مناطق يبقى فيها الأوعية الدموية مثلا. الوجه معظمه بالذات المنطقة بتاعة الخدود وكده، المناطق دي الدم ليها مهم جدا. ومفيش يعني لو حاجة من الأوعية الدموية اتقفلت، مفيش مجال إن حاجة تتعوض اللي اتقفل ده. تمام. ومجرد ان الجلد الدم ليه يقل مثلا في حدود من 48 ل 72 ساعة، مجرد الوقت البسيط ده يكفي انه يحصل ضمور، ولو حصل ضمور في المنطقة دي مفيش اي حل ليه بعد كده. يعني معنى كده اللي يعمل فيلر مرة واحدة في حياته لازم يعمله طول العمر. لانه هيفضل يتعود على شكله بالفيلر، فمش هيقدر يتعود على شكله من غيره، لانه كل شوية بيتكسر. ما هو جسم كده 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 بيكسره، ده جسم غريب عليه. فهو تمام. واحد في حاجة غريبة على جسمك، زي مثلا ما يخش ميكروب جوه جسمك، تمام. فجسمك مش متعود عليه فهيكسره مع الوقت. تمام، طب خلاص هو كسره، قضى عليه من 9 شهور لسنة تقريبا زي ما قلت تقريبا لحضرتك. بالظبط. تمام، من 9 شهور لسنة، بعد السنة أنا مش عايز أحقن فيلر، معيش فلوس، زهقت من العملية، العملية كانت خطرة بالنسبة لي وكنت قلت تجربة مش هكررها، إيه اللي يحصل لهش؟ هيرجع لشكله الطبيعي اللي كان موجود في الاول. ولا هيحصل له ضمور؟ لا مش هيحصل ضمور، طالما ما اتضغطش على حاجه من الاوعيه الدمويه المهمه او حاجه من الاعصاب المهمه مش هيحصل ضمور. طب تكرار عملية الفيلر دي بينتج عن إيه؟ طبعا انت بتزود زي نسبه الخطوره، ما انت كل مره بتحن فيه خطوره. لكن هي ك ك يعني كان الفيلر هيعمل مشكله، لا يعني لو انت بتحن الهيلونيك اسيد اللي هو احسن المواد، لا صعب انه يحصل تفاعل ضده. في طبعا نسبة بسيطة من الناس مع الوقت بتحين فيلر اكتر مرة بيبتدي جسمه يعمل تفاعل ضده ويعمل حساسية ضد المادة دي، ساعتها مش هينفع يتحقن تاني المادة دي خلاص.